ظل الجريح عبد الرزاق من أبناء محافظة البيضاء يعاني من جراحه التي لم تلتئم منذ إصابته قبل 7 أشهر. إصابة حقتي هي في اشتباكات مع الحوثة والمتحوثين في مدينة الزاهر، وتاريخ الإصابة قبل 7 أشهر، أصبت في مواجهة وتم نقلي كأسعافات أولية إلى يافع وعملوا اللازم، ثم تم نقلي بعدين إلى الوالن عدن. الحرب التي شنتها ميليشيات الإنقلابيين في عدة محافظات خلفت الكثير من الجرحى، ومع تردي الخدمات الصحية عانى الكثيرون للوصول إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن. أصبت في الضباب في جبل الهان بتاريخ 24/7 نتيجة انفجار أقمدة مدفعية قذيفة هاون، ما أدى إلى تفزيط 3 الأصابع هذا وكسر اليد اليسرى. تبدو هكذا قصة قرابة 500 جريح من مختلف المحافظات احتضنتهم أسرة مستشفى الوالي بعدن، ولا يزال الكثيرون من الجرحى يحتاجون متسعا هنا أو نقل الحالات الحرجة إلى الخارج. طالت صرخاتهم وتمزقت أجسادهم بين الألم والانتظار، ولا يزال هؤلاء الجرحى يعانون من جراح حرب لم تنتهي آثارها حتى بعد أن تحررت مناطقهم. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.